مشاهدي قناة نجمة، مرحبا بكم معنا في تغطية حصرية لكواليس وأجواء تدريب المترشحات لملكة جمال الجزائر العاصمة ميس الجيرواز. من بين العديد من متقدمات لهذا اللقب، استقبلت السيدة رضية بن شيخ رئيسة المسابقة 12 مترشحة باش يخضعوا الانستاج بلوكي، وين يتم تجهيزهم فيه نفسيا وبدنيا للنهائي. أبدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه، أمضت حواله كلها حتى للنهاية، ما بقي في البال غير راحة بعد الوليه، كل شي ما كان بقات قصات وغير حكاية، أطفال شموع وتحليل النسيان عليه. عادل كان متكلف بالجانب البسيكولوجي للمترشحات، وهذا الشيء ما كانش سهل عليه لأنه عامل صغر السن ونقص الخبرة والخوف من المسابقة كان متواجد عند أغلب المتسابقات. Et comment vous allez gérer votre stress le jour de la compétition, le jour du concours final? Parce que gérer le stress face scène n'est pas le même face caméra. لكن تواجدهم مع بعض وحس الفريق كان قادر إنه يخفف عليهم هذا الضغط. Vous allez gérer votre stress. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? نتلفت لورايا، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه، أمضت حواله كلها حتى للنهاية، ما بقي في البال غير راحة بعد الوليه، كل شي ما كان بقات قصات وغير حكاية، أطفال شموع وتحليل النسيان عليه. الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه. تكون مسؤولة على نفسها ديجا سيتو في الخدمة شي ديفيلي شي زعما سي ان سبيكتاكل يعني كاع تعاونوا كاع شي كل وحدة اوكي لي ديمارش توجور تضحكي ارتيستيك ماكسيموم اي لو شو يكون كيف شي يقول يكون حاجة كيما نقولوا حاجة الناس جامي شافوها بيكون انتوما فريمون بداو. بعد ما تعرفوا المتسابقات على حبيب تاتا الكوريغراف اللي صمم اللوحات الفنية اللي راح يقدموها في سهرة النهائي، كان لازم عليهم التدرب والتمرن على الخمس لوحات لمدة 3 أيام. Thank you.
كان من الضروري أيضا للمترشحات أنهم يتعرفوا على تفاصيل العاصمة وكل ما يتعلق بالمرأة العاصمية باش يعرفوا أهمية هذا اللقب وكيف راح تمثل المتوجة به المرأة العاصمية. مرحبا بكم في قصر خدوج العمياء. خدوج العمياء هو حاليا المتحف العمومي الوطني لفنون التقاليد الشعبية الموجود في القصبة السفلى. هذا القصر تبنى عام 1570 حسب لوسيان غولفان، بناه يحيى رئيس. وهذا القصر بناه للدوزيام، يعني كاين فرضيتين، الأولى يقول أنه بناه يحيى رئيس والثانية يقول خزناجي. تبنى اللي بنته اللي اسموها خدوج العمياء. هذا القصر في العهد الاستعماري كان لا ميزون دو لارتيزانا ولا مدرسة الزي التقليدي، وين كانوا دي زاتوليي يخدموا فيهم بوكو بلوس لا برودري لا كوتور فين تاع تيبيكمون الجيرواز. بعد الاستقلال ولا متحف للفنون والتقاليد الشعبية، وحاليا يستضيف تظاهرة تسمى الأولى طبعا الأولى لميس الجيرواز في الجزائر. يعني هذه التظاهرة اللي تبين الحياة العادات والتقاليد تاع العائلات الجزائرية العاصمية، وين جسدتوا على ما أظن ديسان حول طريقة الأكل، اللعب، الأطباق، الزي التقليدي، اللي يخص كل ما يخص بالحياة اليومية للعائلات الجزائرية. هذا حاجة الطبعة الأولى، يعني إن شاء الله تكون فيه طبعات ثانية وثالثة، ما تكونش هذه الأولى. ومرحبا بكم في قصر خدوج العمياء.